السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. جسر لندن سقط، كلمة السر لوفاة الملكة إليزابيث. تفاصيل الخبر: عاد تدهور الحالة الصحية لملكة بريطانيا إلى الأذهان مستطلح جسر لندن، وهو الكود السري لخطط كشفت عنها العام الماضي بعد إعلان القصر أن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث. ملكة بريطانيا تحولت الأنظار إلى التكهنات حول ما سيحدث بعد أن توفيت، وهناك خطة واسعة النطاق تم وضعها منذ الستينات ويطلق عليها اسم لندن، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة. وأوضحت أن هناك 48 خطوة يتم اتخاذها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الراهنة في تداول خبر وفاة الملكة إليزابيث، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تدهور حالتها الصحية. لم يؤكد أي مصدر رسمي حتى هذه اللحظة نشر خبر وفاة الملكة إليزابيث، إلا أن المؤكد حاليا هو أنها تحت الرعاية الصحية. أعزائي المتابعين، وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.